الخامس من أكتوبر نحتفل بمن قال فيهم أمير الشعراء قبل المعلم وفحي التبجيل كاد المعلم أن يكون رسولا أعلمت أشرف أو أجل من الذي يبني وينشئ أنفسا وعقولا. اليوم العالمي للمعلم بلغة بسيطة. من 27 عام والعالم يحتفل باليوم العالمي للمعلم في الخامس من أكتوبر من كل سنة. بدأت فكرة هذا اليوم من عام 1966 بعد توصية اليونسكو ومنظمة العمل الدولية بشأن أوضاع المدرسين واعتمد في نهاية عام 1994 يوم عالمي للمعلم، ويعتبر فرصة للاحتفال بالإنجازات وتعزيز مكانة مهنة التدريس. يهدف اليوم العالمي للمعلم لتكريم المعلمين وتقديرهم لما يقومون به من جهود مؤثرة في بناء عقول جيل المستقبل ودورهم الإيجابي الذي ينعكس على الطالب ومجتمعه وأهله من خلال إنشاء جيل متعلم وواعي يقوم ببناء هذا المجتمع. التحول في التعليم يبدأ بالمعلمين، هذا هو شعار اليوم العالمي للمعلم لهذه السنة، ولو عدة أهداف رئيسية منها تحليل التحديات الرئيسية التي تواجه المعلمين وأنظمة التعليم وتقديم ممارسات واعدة لضمان تمكين المعلمين وتدريبهم.